يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. نعم، جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. نعم، أو كما جاء. نعم، يفهم من هذا الحديث أن صلاة الجماعة تسقط عنه أثناء أكله؟ لا، هذا حرمان له، هذا حرمان له من الأجر والحضور، حضور الجماعة، هذا حرمان وعقوبة له، حرمان وعقوبة له، وكف لأذاه لأنه يؤذي المصلين برائحته. نعم.